مجموعة جديدة من الإجراءات إلى المؤتمر الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أولا بمناسبة هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة وقرب عيد الفطر، نتمنى للجميع عيد مبارك وخاتم لشهر رمضان مقبول وغفران ورضوان للجميع. اليوم ترأس فخامة رئيس الجمهورية مجلس وزاري مصقر لاتخاذ بعض الإجراءات في هذا الجو الجديد اللي تطورت فيه حالات تفشي هذا الوباء اللي لحقت عدد 173 حالة مسجلة، منها 163 حالة مازالت نشطة. وكان هذا المجلس دور هو اتخاذ القرارات الضرورية في وجه موسم مبارك وعيد الفطر المبارك الذي إن شاء الله نستقبله إما يوم السبت وإما يوم الأحد. وفي هذا الجو اللي الجائحة العالمية اللي تعصف بكل الدول، يجب على أن تتخذ إجراءات ضرورية للمحافظة على صحة المواطنين والمحافظة على أهالينا ومواطنين كبارا وصغارا، لأن يقتضيه الحالة وتفرضه الشرع. لذا قررت الحكومة إجراءات التالية، وطبعا هذه الإجراءات الكل يتفهمها لأن الكل الحمد لله متابع منذ 5 أشهر الأزمات اللي مسبب هذا الوباء على العالم وعلى الدول اللي متقدمة واللي عندها قدرات اقتصادية ومالية أمثل موريتاني. لذا هذه الإجراءات ضرورية للمحافظة على أمن المواطنين وصحتهم وصحة البلد بكامله. أولا إن شاء الله نستقبل يوم الفطر بإذن الله يكون يوم السبت والله يوم الأحد، ولذا يكون لليوم يبدأ لا من عند الساعة 11 ليلا، لا يعود إن شاء الله يبدأ من الساعة 4. إذا يوم العيد ابتداء من يوم العيد سواء كان يوم السبت أو الأحد إلى حتى يوم الاثنين، يوم الاثنين فيه حضرة الجوار شوفوا إن شاء الله يكون من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا في اليوم القابل. وهذا ضروري لأن الكل يعرف عن الحمد لله عيد الفطر، يعيدون علينا عليكم إن شاء الله بالخير والعافية والبركة، ونجبروا فيه الأوقات اللقاءات والتسامح وصلة الرحم. في هذه الوضعية الخاصة تطلب إجراءات خاصة، إياك نحافظوا على أمن والدينا ورجالنا ونسائنا وابنائنا بهذه الإجراءات. إذا طالبين من كل المواطنين وكل الفاعلين على أنهم يهتموا بتوعية الناس على أن ضرورة شرعية على أن يحافظ على أمنه الصحي، وعلى أن صلة الرحم يستخدموا الوسائل الأخرى كالتليفون وإلى آخره من الزيارات، يعود خفيف ويعود يحترم اللوازم من البعد الاجتماعي ومن الكمامات وما يطلب ذلك. هذه ضرورات. إذا هذه إن شاء الله لا يعود لأيام العيد، والله يوم العيد واليوم العاقب العيد هو يوم الاثنين، لا يعود إن شاء الله الحظر يبدأ من الساعة 4 مساء. من عاقب يوم العيد، من عاقب يوم الاثنين، من عند يوم الثلاثاء لا يعود الحظر التجوال على كافة التراب الوطني، يبدأ الساعة 8 مساء مدة بعد 3 أسابيع المتوالية. إذن لا يعود 3 أسابيع الأولى من شهر 6 إن شاء الله، ومن بعد يخلق تقييم لتطورات الحالة الصحية في البلد ويؤقلم إن شاء الله معه. إذا هذه الإجراءات من ناحية حظر التجوال. كما تقرر أيضا على أن كما صدر في بيان وزارة الشؤون الإسلامية الليلة عن إلقاء صلاة العيد،
وللأسف نرجو على أنها يعيد علينا مولانا بالخير والعافية السنوات المقبلة، ونجبر ذيك الأجواء ونحيي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن طبقا لفتاوي هيئة العلماء وبالتشاور معهم، كان من الضروري أن يقبض القرار كيف ما قبل القرار في إلقاء صلاة الجمعة، وهي أوجب. طبعا نرجو من الله على أن يرفع عنا ذا البلاء والباء حتى نحيي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة العيد المقبل إن شاء الله. طبعا على مستوى الأسواق والحياة التجارية الحال يبقى على حاله، مع تشديد ضرورة احترام كل القرارات اللي تتطلب هذه الحالة، القرارات الأساسية اللي تصدرت عن وزارة الصحة بطلب المواطنين أولا وضع الكمامة، وهذا يرتعد مفروض كل إنسان يفرض على راسه إياك يحمي الناس اللي يختلط معهم، يسوى في طار العمل، يسوى في طار المنزل، يسوى في طار الشارع في النقل. ضرورة وإلزامية وضع الكمامات في أي مكان عمومي، وأيضا تجنب التصافح باليد، احترام المسافات بين الناس إلى آخره من الأمور الوقائية، من النظافة إلى شبه ذلك. وهذه من الأمور اللي الكل يعطي يقوم بذي الحملة ويعطي فهمها لما فهمها، ويعطي يرى أنه واجب على كل مواطن وكل مقيم وكل إنسان. ذلك طبعا قررت اللجنة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية على أن تدرس حالة الموريتانيين العالقين في الخارج، وتقرر أن يدرس هذا الملف وخاصة للحالات اللي عندها أولوية. الحالات الأولوية تنقال للمرضى اللي كانوا يدواوا في الخارج، تنقال الكبار السن اللي كانوا عندهم أيضا مهام في الخارج، والموظفين اللي كانوا في مهام للدولة ولا مهام خاصة لشرائكم. وإذا الناس كاملة اللي الحالات يعني المحرجة لأسباب أخرى تدرس حالاتهم، وشوفوا إن شاء الله ينقضوا الإجراءات لتسهيل دخولهم للبلد، دخول آمن إن شاء الله بعد حجر. كيد قلنا لأن الأسواق والمساجد والحركة التجارية لا تتواصل إن شاء الله في هذه في الإجراءات اللي انقضت لها، مع ذي الإجراءات الأساسية اللي يصل لها معتمدة واللي فات تكلفي. طبعا من القنوات الأساسية اللي فاعل في تنقل الوباء هو النقل، والنقل ما يقدر يتوقف، ولكن هون ضرورة على أن الكل يعي ضرورة الالتزام بما تقتضيه الوضعية، الكمامات، تخفيف والله تخليص عدد الراكبين في السيارات في الناقل، وذيك الإجراءات الاحترازية كاملة اللي لها تحمي المواطنين في هذا المجال. ونرجو على أن هذه القرارات خاصة في ذا المجال الناقل على أن المواطنين يحثوا عليها ويحرصوا عليها جدا لحماية الكل. طبعا عندنا قضية المدارس وتصور الحكومي فيه. المدارس منذ مارس اللي انقضى في قرار إقلاق المدارس والجامعات، ما خلا أي مجلس الوزراء إلا يدارس تبعيات هذه القرارات وشن هي مستقبل السنة الدراسية. ولذا أشكل فريق حكومي وزاري تكلف من الوزراء المعنيين بالقطاع التهذيب، وعكفوا على خيارات كانوا يلتهم يقدموها في المجلس اللي ما خلق للحكومة، ولكن مع التطور وكان أساسي فيها ربما افتتاح المدارس ولا خاصة بعض الجامعات في 26 من مايو هذا، ولكن التطور الحالات تفشي الوباء في البلد اللي زادوا على 100
يبدو ان القرار لا بد له يؤجل، طلب من اللجنه انها تراجع ذيك الخيارات. وطبعا ذيك اللجنه عدلت مقترحات جديده، تاجل الدراسه شهر 6 كله. اذا اول الخيارات يعود على ان تبدا ان شاء الله الدراسه لبعض الاقسام، خاصه ذيك من عند الامتحانات كيف البكالوريا والدخول السنه الاعداديه، على انه ان شاء الله يبدا في شهر 7، وتعود الاقسام الاخرى تبدا في اخر سبتمبر لانتهاء برنامج السنه الدراسيه 2019-20، وتؤخر دخول السنه المقبله. هذا خيار. الخيار الثاني هو ان تبدا الدراسه في اخر سبتمبر للكل، يعني تنتهي السنه 2019-20 في 30 اكتوبر، وتبدا السنه الدراسيه من نوفمبر. اذا هذه الخيارات هي المطروحه وما زالت تندرس وتعمق، وكلها عندها متطلبات من الناحيه التنظيميه ومن الناحيه الوقائيه ومن ناحيه الكمامات ويعني وتوفيرهم للطلبه وللتلاميذ وللطاقم التدريسي ومن النظافه ومن المحافظه على المدارس. اذا لوجستيك لابد ان تهيئ، وهذه الخيارات ان شاء الله تندرس وكلها تقيم تكلفتها، وان شاء الله تقدم الحكومه في الاسابيع المقبله. وعلى كل حال كامل واجل بعد الى عقب شهر 6 بالخصوص. ولكن هذه دراسات، ما هي ولا الخيارات اللي مقترحين وزراء المعنيين بالتهذيب ما يقدروا ينقضوا فيهم قرار الا بالتشاور مع قطاع الصحه وحسب الوضعيه الصحيه للبلد وما تمليه الوضعيه الصحيه في ذاك الوقت. اذا اليوم الكل يشهد على ان عاد فيه تفشي ولا تحرك للفيروس على المستوى الوطني، وهذا من الامور اللي ذي المرحله يفرض الحجر المنزلي على الناس كامل حقيقه. ولكن الحجر المنزلي على انواع، طبعا احنا فتنا عدلنا منه شهرين يا قلت لنا نتابعوا فيه بان يمكننا نفصلنا حقيقه في الحجر، لان خفوا الحركه يا خفوا من تفشي الوباء. ما يلا تمرق للسوق ولا لاي محل ولا يكون حد للضروره، ولا عاد للضروره لابد يقبض الاحترازات، يقبض كمامته، يقبض احتياطاته، ياك ما. ولكن كيف ما تعرفوا الدول كامله اللي فات عاشت في هذه الحالات الحجر خارج منه اللي منزلي اللي مطروح للناس كامله اللي ما يقع مرضى ولا هي ايجابيه، وخارج الحجر للناس اللي مرضى. الحجر للناس المرضى على نوعين، خارج الناس اللي حامل الفيروس قال ما عندها اعراض اسيمتوتيك، ذيك تنحجر في بلد كيف اللي فاتحه اليوم الدوله الحمد لله وفرت الحي السكن الجامعي اللي فيه 2400 سرير، واليوم الحمد لله ما فيه ما هو 160 مريض، وهذا ما عندهم اعراض يعني يلعبوا في بلاد ويقدروا يعدلوا الرياضه ويقدروا تم يجابروا بيناتهم لانهم حاملين الفيروس من دون اعراض، ويقدروا يشوفوا ان شاء الله شفيهم مولانا راجعين من الشفاء ويخرجوا من دون اي اعراض. طبعا فهم طاقم طبي معاهم مواكبهم لعل لاي طاره، لعل حد منهم يظهروا فيه اعراض، وخاصه الاعراض الخطيره، الاعراض هم اللي على اشكال في اللي دي سيمتوم ليجي كيت النازل وكحه وحمى شوي، وهذا قد ينعطى له شيء من الحب ويبرى. الامور الخطيره يعني نعود ينشبر مشاكل تنفسيه، وذيك نسبه تقريبا 4-5% من الناس عاده اللي معنيين بالوباء. وهذا يعني هذا 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 الاسلوب هو اللي تعامل معاه الدول كامله. اذا حد ما هو حامل الفيروس يعطيه يبقى في المنزل، حد حامل الفيروس يعني ينحجر مع الناس حامل الفيروس، الناس اللي تعود مرض والله ظهرت حالات مرض خطيره تنتقل للمستشفى. اذا لا داعي من لا حد فيه فيروس يرسل يجلس المستشفى، لا حد عنده فيروس ينادي للرقم 1155 والطاقم يتكلف والناس كامله تحترم هذه الادبيات لان كذا. معونه الناس اللي الحمد لله ما هي مريضه ولا عندها ذا في هذه المرحله هو النزول في المنازل والبقاء في المنازل، اياك خف عدد العدوى، اياك عدد المصابين يخف، وياك عدد الحالات الحرجه هم اللي يخف، ولا يعدل ذاك الضغط على المنظومه الصحيه اللي الحمد لله كيف تعرفوا الدول كامله عجزت عن تواجه هذا الامر. اذا على العموم هذه هي القرارات الاساسيه اللي
قبل تبدأ. وطبعا الوضع يتم دائما تحت الرقابة وتحت التقييم اليومي لما يجري وما يحصل، وكل القرارات إن شاء الله الحكومة مواكبتها. لا نبقى هون، أكد على أن الحالة اللي فيها الحمد لله الناس المحجوزين حالة جيدة، من حالتهم أولا صحيا، حالتهم الصحية جيدة، متابعتهم الصحية فان فريق ماكم هم 24 ساعة، حالتهم الغذائية جيدة على كلفة الدولة ما خارج ياسم بلدان أخرى، والدولة مواكبة ذي المرحلة، ونرجو من الله العلي القدير على أنه يزيل عن هذا الوباء، وأن نجبر الحالة السليمة اللي نرجو أنه على ذلك قدير في هذه الأيام الأخيرة وفي هذه الليلة المباركة لعلها تصادف إن شاء الله ليلة القدر. نرجو من الجميع الدعاء للبلد للشفاء بالمرضى والرحمة والغفران لموتانا وموتى المسلمين جميعا في العالم، وأن يشفينا ويبعد عنا هذا الوباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا الأكارم، كانت هذه النقطة الصحفية للإعلان عن الإجراءات الحكومية الجديدة، والتي للتذكير كانت